السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ووصفه جديده لفراغات الشعر وتساقط الشعر وهيشان الشعر وجميع مشاكل الشعر الموجوده عندك. في الوصفه بتاعتنا دي هتلاقيه ان شاء الله، جبت لكم وصفه من الاخر، كل اللي كان شعرها بينزل ومش لاقيه حل، خدت علاج كتير وتابعت مع كذا دكتور ومفيش نتيجه بانت معاها، ان شاء الله في الوصفه بتاعتنا دي والزيوت بتاعتنا الفعاله دي ايه شعرك هيبقى احسن من الاول بكتير. المهم اتبع الفيديو للاخر عشان نشوف الزيوت اللي استخدمناها والاعشاب اللي استخدمناها كلها طبيعيه 100% في الخلطه بتاعتنا دي. المهم تابع الفيديو معايا للاخر، اهم حاجه الوصفه بتاعتنا النتيجه بتاعتها مش بتبان اقل من شهر شهر ونص عشان تلاقي نتيجه فعاله معانا. ويلا نبدا الفيديو ونشوف الزيوت اللي استخدمناها معانا ايه. اول حاجه معانا زيت الخروع، وطبعا كلنا عارفين اهميه الخروع للزيت للشعر ونتيجته بتكون عامله ازاي. بنضيف معانا زيت الجرجير وزيت الروزماري، طبعا يكون زيت الروزماري شركة نظيفة عشان فيه منه شركات كتير مش حلوة، طبعا بتروحي عند عطار نظيف عشان تجيبي منه الزيت ده. وزيت الجرجير وزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو، ومعانا زيت الجوجوبا، وطبعا معانا زيت الثوم. هسيبلك انواع الزيوت اللي استخدمناها كلها والاعشاب في الوصف ان شاء الله تحت الفيديو هتلاقيها. ومعانا طبعا الروزماري اعشاب، ومعانا حبه البركه، ومعانا ورق السدر، ومعانا معلقه هنستخدمها من الحلبة الحصى، ومعلقة من القرنفل المطحون. وطبعا الزيوت دي كلها مش هتكمل معانا غير بزيت الزيتون الاصلي رقم واحد عشان النتيجة بتاعتنا تكون فعالة، لان الزيتون لو ما كانش ممتاز ودرجة اولى هيبوظ الخلطة بتاعتنا كلها مننا والنتيجة هتغيب معاكي لما تسهر في الشعر. يلا بينا نبدأ ونفضي الزيوت بتاعتنا. اول حاجة فضيناها زيت الخروع، بنفضي الزيوت بتاعتنا كلها في برطمان، اهم حاجه يكون ازاز مغسول كويس ومتنشف من جوه ومتعقم حلو قوي، وما يكونش فيه اي روايح ولا ميه من جوه. بعد ما بتغسليه كده وتنشفيه سيبيه يتهوى شويه وينشف، وبعدين تبداي تضيفي الزيوت بتاعتنا فيه. ونفضي الزيوت بتاعتنا كلها، طبعا فضينا الزيتون زيت الخروع والروزماري، طبعا زيت الثوم ده الغطا بس عمل معايا شوية هفضيه في الاخر. نبدأ نفضي الزيوت بتاعتنا كلها ان شاء الله. ان شاء الله اي مشاكل في الشعر عندك ينزل بطريقة رهيبة، هيشان في الشعر، عندك فراغات كتير في شعرك من قدام، كل ده ان شاء الله هينبت من اول وجديد. وهتدعولي على الوصفة دي، انا مجرباها شخصيا، شعري كان بينزل كتير واستخدمت علاج كتير قوي ومفيش اي نتيجة فعالة، وجبت بخاخات كتير وكانت غالية وكده، وان شاء الله لما عملت الوصفة دي شعري بقى جميل قوي عليها والفراغات نبتت كلها، وان شاء الله هتجربيها ومش هتبطليها خالص ان شاء الله. بنفضي الزيوت كلها على بعض. لو لسه متابعه الفيديو لحد دلوقتي متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. طبعا اول حاجه بنفضي الزيوت كلها اللي استخدمناها في البرطمان. هنبدا نفضي بقى زيت الثوم، ما تخافيش من ريحة الثوم في الوصفة بتاعتنا. طبعا احنا معانا زيت اللوز الحلو ومعانا زيت جوز الهند، الريحة بتاعتهم قوية جدا وبتضيع ريحة الثوم. طبعا هنا الازازة انا فضيتها كده قلبتها على وشها عشان لو فيها اي زيوت تصفيها لحد ما اخلص، وببدأ ارجعهم في البرطمان تاني. بنضيف معلقة من القرنفل المطحون، معلقة كبيرة بس، لو مفيش قرنفل المطحون ممكن تستخدمي القرنفل اللي هو العصيان الصغير ده عادي مش مشكلة. معانا كمية من الورق الرولي حوالي 10 ورقات بس، وده مفيد جدا جدا للشعر ما تستغربوش يعني.
بنضيف معلقتين ونص من حبة البركة، معلقتين ونص كبار، وبنضيف معانا كمية من أعشاب الروزماري. طبعا عارفين كلنا ان أعشاب الروزماري ما بتنزلش الفايدة والزيوت اللي فيها غير وهي متخمرة في زيت الزيتون. يعني في ناس بنجيب زيت الروزماري مع القرنفل مع الثوم ونغليهم على النار، وعملت الوصفة دي في فيديو قبل كده ونزلته على القناة، وبترش بيها فروة الشعر يوميا، وبعدين تغسليه بعد ساعتين. ده برضو بيوقف التساقط شوية، بس طبعا لما نخمر الروزماري في زيت الزيتون مع الأعشاب بتاعتنا مع الزيوت ده بيكون نتيجته فعالة 100%. بعد ما ضفنا شوية من الروزماري وضفنا ورق الجول وحبة البركة، بنضيف بقى ورق السدر كمية برضو منه. طبعا كلنا عارفين فوائد ورق السدر للشعر عامل ازاي. بننزل بقى بأهم مكون عندنا وهو زيت الزيتون، اللي كلنا متفقين ان هو لازم يكون رقم واحد عشان الخلطة بتاعتك تكون كويسة. ونضيف معلقة واحدة بس من الحلبة الحصى على الخلطة بتاعتنا دي. طبعا الحلبة لها فوائد كتير، اللي عاوز يعرف فوائدها يدخل على النت هيلاقي فيها فوائد كتير جدا للشعر والبشره وللجسم والمناعه. ازازه الزيت دي اللي استخدمتها على كميه الزيوت معايا، حجمها نص كيلو عشان الوصفه تقضيكي مده اكتر. انا استخدمت احجام الزيوت دي صغيره، طبعا في احجام منها اكبر لو حابه، وضفت عليهم نص كيلو من زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون الاصلي بتشم ريحته، بتكون ريحته قويه جدا. بننزل بالزيت بتاعنا كله في البرطمان. طبعا احنا ما بنستخدمش الوصفه دي على طول، لا احنا بنجيب الوصفه دي بعد ما بنخلصها وبنقفل عليها كويس جدا، وبنحاول نخمرها لمدة أسبوع أو 10 أيام بالكتير عشان تكون الأعشاب بتاعتنا نزلت كل الزيوت والفايدة اللي فيها في زيت الزيتون، وتجيب نتيجة فعالة بأقصى وقت وبسرعة. فضينا إن الزيت بتاعنا، هنبدأ نقلب الأعشاب بقى بالزيوت كلها في بعضها كده بالمعلقة من فوق لتحت عشان كلها تختلط مع بعضها. ان شاء الله تجربي الوصفه دي وهتدعيلي ان شاء الله، ان شاء الله كل مشاكل شعرك هتتحل، هيوقف التساقط، هينعم الشعر، هينبت الفراغات الموجوده، حتى لو عندك صلع ان شاء الله شعرك هينبت عليها. اهم حاجه الاستمراريه في الزيت لمده لا تقل عن شهر ونص، ان شاء الله هتلاقي نتيجه غير ما كنت تتوقعي خالص. احنا كده قلبنا الزيت بتاعنا، هنبدا نغطي البرطمان بتاعنا بالغطا ونحبك الغطا جامد عليه علشان ما يدخلوش اي هواء. طبعا احنا بنشيل الزيت بتاعنا بنخمره في مكان يكون ضلمة، يعني ممكن في الدولاب بتاع الهدوم كده جوه، في دولاب المطبخ حتة ضلفة ما تكونيش بتستعمليها مثلا. المهم المكان يكون ضلمة خالص، ما يدخلوش لا هواء ولا شمس ولا نور. ممكن تحطيها تحت السرير عادي، المهم يكون مكان ضلمة. بعد ما بنقفل طبعا عليه بنجيب قماشة سودة او ورق سلوفان لو عندك، وتلف البرطمان كله بورق السلوفان، وبعدين بقماشة سودة عليه وتلفيه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا بلف بقماشة سودة ولسه هحطه برضو في قماشة سودة كمان، وبشيله بقى واخمره لمدة اسبوع، وبعد كده بفتح الزيت بتاعي وبستعمله يوميا عند التسريح للشعر. وان شاء الله تدعولي على الوصفة ديت، وما تنسوش تعملولي لايك واشتراك للقناة وتقولولي رأيكم في كومنت، واعملي الوصفة واستعمليها وارجعيلي تاني قوليلي جابت نتيجة ولا ما جابتش معاكي.